هل يقرب الرب عز وجل بذاته وصفاته من بعض خلقه؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ قرب الله عز وجل نوعان كما شرح ذلك ابن تيمية رحمه الله. قرب بذاته وصفاته بالنسبة للمصطفين الأخيار من عباده، والقرب العام وهو بالنسبة لجميع المخلوقات. فقربه بالنسبة للمصطفين من الأخيار هو قرب ذات طبعا، ومع الصفات، لأن الصفات لا تنفصل عن الذات. وما قرب الله عز وجل من المؤمنين به قربا ذاتيا إلا كنزوله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل يناجي عباده ليسائلهم: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطي له؟ فهذا القرب هو كهذا النزول، كلاهما قرب حقيقي، والله أعلم بحقيقة ذلك، لأننا لا نستطيع إلا أن نؤمن بالحقائق الشرعية دون تكييف ودون تشبيه وبالمقابل ودون تعطيل ودون تأويل، كما هو مقتضى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السؤال الثالث: هل الرب عز وجل بائن من خلقه؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ نعم. السؤال الأول: نعم، ما في دليل في الكتاب والسنة على أنه يقرب بذاته وصفاته من بعض خلقه؟ ما في دليل من الكتاب والسنة؟ قال في بعض السلف. طيب، من إلى أي دليل السلف؟ ما هو دليل في الدليل؟ حديث كثيرة، منها حديث إذا اقترب مني شبرا اقتربت منه باعا، وإذا تقرب مني باعا اقتربت منه ذراعا، ذراعا باعا. أي نعم. إذا جاءني يمشي جئته هرولة. حديث كثيرة في هذا الصلاة، ولعلك تعرفها. بالنسبة لقوله تعالى: إذا سألك عبادي عني. نعم. هذا أيضا استفاد منه قرب. فإني قريب، هو قال نفسه. نعم. نعم، بس يعني الأحاديث اللي ذكرناها صريحة في الموضوع. كما هو الشأن دائما في علاقة الأحاديث مع القرآن من حيث التوضيح. فإني قريب، إني يعني ذات إلهية. فليش أنا قربت هذا الموضوع بموضوع نزول إلى ينزل ربكم كل ليلة، ينزل ربكم بذاته، استوى بذاته، لأنه يتحدث عن الذات. فلا نستطيع نحن أن نؤول، ولا أصبنا بما أصيب به المؤول أنفسهم.